لنبدأ من مقولتنا الشهيرة أن الأرزاق بيد الله، وأن إيماننا اليقيني قائم على مسألة التوكل على الله في كل الأمور. لكن مع هذا فإن السعي نحو أسباب الرزق وإزالة العقبات يبدأ من واقع علمي محض يفرض علينا ضرورة اكتشاف أسرار فقرنا، ولماذا نتعثر في طريقنا نحو الثروة والمال، ولماذا يعيش بعض الناس ويموتون في فقر مدقع دون أن يتمكنوا من تحسين أوضاعهم على الإطلاق. هذه الأسئلة حاولت عدة دراسات علمية الإجابة عليها. في هذا الفيديو جمعت لكم بعضا من تلك النتائج المذهلة التي تكشف للشخص الكثير والكثير من المعلومات الصادمة حول نظرته للمال وسعيه للثروة وإمكانية تحقيقه ذلك من عدمها. قبل أن نخوض في التفاصيل، لا تنسوا أن نقرأ على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر التنبيهات لمتابعة جديدنا في العلاقات والتنمية البشرية وتطوير الذات أولا بأول. عشر علامات تدل على أنك لن تصبح ثريا في حياتك على الإطلاق. اكتشف أسرار فقرك الأبدي. العلامة الأولى، أنت لا تحب الأغنياء وتعتبرهم نوعا خاصا من البشر. إذا كنت لا تحب أصحاب الثروة والمال وتشعر نحوهم بالغيرة والغضب والحقد، فهذا يعني أنك لن تصبح منهم على الإطلاق، إذ كيف ستحول نفسك إلى شيء أنت لا تحبه أصلا؟ ثق بي، الإنسان الثري يحب الإنسان الثري. في الواقع أولى خطواتك لتحقيق الثروة هي أن تحيط نفسك بالأثرياء لكي تتعلم منهم وتقلدهم وتزيد معرفتك المالية بطرق جني الأرباح وصناعة المال. إذا كانت لديك نظرة سلبية تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمل الثروة في الحياة، فقد حان الوقت لتغييرها وبشكل نهائي. بدلا من أن تغار، ابحث عن طرق لتكون في محيطهم ولتتعلم منهم. وفي الإطار نفسه عليك أن تكون واثقا أن الأثرياء ليسوا مميزين ولا مخلوقات هبطت على كوكب الأرض من كوكب آخر. إنهم مثلك، مجرد كائنات بشرية بسيطة. الفرق الوحيد هو أنهم تمكنوا من توظيف أموالهم بطريقة ذكية ووجدوا مهارات يمكنهم تحقيق الدخل منها. الأثرياء يكسبون المال من توظيف مهاراتهم، وهم يتعلمون المزيد كل يوم حول هذا الأمر ويحيطون أنفسهم بدائرة من الأثرياء الآخرين. لذلك توقف عن اعتبار الأثرياء عمالقة أو عباقرة، وآمن بأنه يمكنك أن تصبح واحدا منهم يوما ما. العلامة الثانية، أنت تعمل بجد فقط وليس بذكاء. في المدرسة نتعلم أن العمل الشاق سوف يدفعنا إلى الأمام في الحياة. يقول ريك إيدلمان كبير المستشارين الماليين إنها مجرد نصف القصة، ويضيف: إذا كان كل ما تفعله في الحياة هو عمل شاق بالفعل، فلن تصبح أبدا ثريا، لأنه لا يكفي أن تعمل بجد لكسب المال وادخار بعضه جانبا. يقول إيدلمان إنه لضمان الثروة في المستقبل يجب أن تعمل بنفس القدر من الذكاء. إحدى الطرق التي يقترح بها العمل الذكي هي استثمار أموالك في عمل تجاري أو في سوق الأوراق المالية أو في صندوق للتقاعد، أي الاستفادة من الفائدة المركبة حتى تكسب أموالك أموالا. ويؤكد: يمكنك القيام بذلك دون المخاطرة الكبيرة، يمكنك القيام بذلك دون بذل الكثير من الجهد، يمكنك القيام بذلك دون كثير من الوقت. العلامة الثالثة، أنت لا تقضي الوقت اللازم للتعلم. اسمح لي أن أسألك بداية، كم من الوقت في الأسبوع تخصصه للتعلم؟ كغالبية الناس ستكون إجابتك القليل من الوقت. بحسب إحصائية أمريكية، فإن المواطن الأمريكي يشاهد التلفاز يوميا بمعدل 4 ساعات. أعتقد في بلداننا العربية الرقم أكبر من ذلك بكثير. والمؤكد أن هذه الساعات المهدورة أمام شاشات التلفزة لم يتم صرفها على البرامج التعليمية
وإنما على البرامج الترفيهية والمسلسلات المضحكة أو الدرامية. إذا كنت تريد أن تصبح غنياً وناجحاً، فعليك الاستثمار في نفسك من خلال التعلم، وفي هذا المجال لست مضطراً لإنفاق المال. اذهب إلى يوتيوب أو إلى جوجل ويمكنك معرفة أي شيء تقريباً. هناك محتوى لا نهاية له حول ريادة الأعمال والأعمال التجارية وكيفية كسب المال. إذا كنت تريد أن تتعلم شيئاً أكثر تعمقاً، فقم بشراء دورة تدريبية عبر الإنترنت أو انضم إلى برنامج تدريبي. المعلومات موجودة والأمر متروك لك للتعلم والتنفيذ في حياتك وفي عملك. العلامة الرابعة، أنت تشتري أشياء تفوق إمكاناتك. إذا كنت تشتري كل ما تشتهيه أو يخطر ببالك وتعيش فوق إمكانياتك المالية الحقيقية، فأنت لن تصبح غنيا في يوم من الأيام. حتى إذا كنت قد بدأت في تحقيق المزيد من المال، لا تستخدم ذلك كمبرر لمنح نفسك أسلوب حياة مرفه. في هذا الإطار كتب جرانت كاردوني المليونير العصامي يقول: لم أشتري أول ساعة فاخرة أو سيارة إلى أن أنتجت أعمالي واستثماراتي تدفقات مالية آمنة متعددة الدخل. كنت لا أزال أقود سيارة تويوتا كامري عندما أصبحت مليونيرا. كن معروفا بأخلاقيات عملك وليس بالحلي التي تشتريها. العلامة الخامسة، أنت راض عن راتب ثابت. يختار الأشخاص العاديون الحصول على أموال بناء على الوقت، على أساس الراتب أو على أساس العمل بالساعة، بينما يختار الأثرياء أن يتقاضوا مكاسبهم بناء على النتائج ويعملون عادة لحسابهم الخاص. يقول المليونير العصامي سيبولد: ليس الأمر أنه لا يوجد أفراد بين النخبة يعملون وفق القاعدة الزمنية للحصول على راتب، لكن بالنسبة لمعظمهم فإن هذا هو أبطأ طريق إلى الرخاء يتم الترويج إليه باعتباره الأكثر أماناً. العظماء يعرفون أن العمل الحر هو أسرع طريق للثروة. ويضيف سيبولد: في الوقت الذي يواصل فيه النخبة بدء أعمالهم التجارية وبناء ثرواتهم، تعمل الغالبية العظمى من الناس على ضمان معيشتها من خلال البقاء في وظيفة براتب متواضع يرتفع سنة تلو أخرى. العلامة السادسة، أنت لم تبدأ بالاستثمار. واحدة من أكثر الطرق فعالية لكسب المزيد من المال مع مرور الوقت هي الاستثمار فيه، وكلما بدأت في وقت مبكر كلما كان ذلك أفضل. في المتوسط يستثمر أصحاب الملايين 20% من دخل أسرهم كل عام. كتب رامي سيثي في كتابه الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز سأعلمك كيف تكون غنياً: ثرواتهم لا تقاس بالمبلغ الذي يحققونه كل عام، بل بكيفية ادخارهم واستثمارهم مع مرور الوقت. ليس عليك أن تكون خبيراً في التمويل الشخصي أو أن تستخدم المصطلحات الاقتصادية الرائعة لبدء الاستثمار. ليس عليك أن تكون من عائلة ثرية، وليس عليك حتى أن تكسب راتباً هائلاً. ابدأ بالاستثمار في صندوق التقاعد الخاص بك أو في صندوق ادخار مستهدف منخفض التكلفة، وسترى عائدات ضخمة على المدى الطويل. أو قم بشراء أسهم في شركات مالية، أو حتى وظف أموالك في عمل تجاري مدروس. الأفكار غير محدودة، إنما عليك أن تختار الأفضل والأضمن لك ولسلامة ونمو مدخراتك. العلامة السابعة، نادراً ما تخرج من منطقة الراحة الخاصة بك. إذا كنت ترغب في بناء الثروة أو النجاح أو المضي قدماً في الحياة، فسيتعين عليك التعود على الارتياب وعدم الراحة. الأغنياء على وجه الخصوص يجدون الراحة في الشك والارتياب. يقول سيبولد: الراحة البدنية والنفسية والعاطفية هي الهدف الأساسي لعقلية الطبقة الوسطى. يتعلم المفكرون من النخبة في وقت مبكر أن بلوغ الثروة ليس أمرا سهلا، وأن الحاجة إلى الراحة يمكن أن تكون مدمرة. إنهم يتعلمون أن يكونوا مرتاحين أثناء العمل في حالة من القلق المستمر. وبالمثل يتعلم الأغنياء أن التغلب على الخوف وتحمل المخاطر المحسوبة هي عناصر أساسية
لتحقيق النجاح. العلامة الثامنة: ليس لديك أهدافاً لأموالك. إذا كنت ترغب في بناء ثروة فستكون العملية أسهل وأكثر متعة إذا كان لديك هدف محدد واضح قبل وضع الخطة المالية. هل تريد شراء منزل، العيش في الخارج، السفر مرة واحدة كل شهر، التمتع بتقاعد مرفه؟ اكتب هذه الأهداف. الأثرياء يختارون الالتزام بتحقيق الثروة، يتطلب الأمر التركيز والشجاعة والمعرفة والكثير من الجهد، لكن هذا ممكن إذا كان لديك أهداف دقيقة ورؤية واضحة، كما يقول المليونير العصامي تي هارف إيكر، ويضيف: السبب الأول لعدم حصول معظم الناس على ما يريدون هو أنهم لا يعرفون ما يريدون. الأثرياء واضحون تماماً إنهم يريدون الثروة. العلامة التاسعة: أنت تنفق أولاً وتحتفظ بما يتبقى. إذا كنت تريد أن تصبح ثرياً، ادفع لنفسك المال أولاً. كتب ديفيد باخ المليونير العصامي في مقالته المليونير الأوتوماتيكي: ما يفعله معظم الناس عندما يكسبون دولاراً هو إنفاقه أولاً. إنهم يدفعون الأموال التي يحصلون عليها للمالك وشركة بطاقات الائتمان وشركة الهاتف والحكومة وما إلى ذلك، بدلاً من الإنفاق أولاً ثم الاحتفاظ بكل ما يتبقى. وفر أولاً، خصص ساعة من دخلك في اليوم، وضع أرباحها في صندوق الاستثمار أو حساب الادخار، واجعل العملية تلقائية. كما يقول باخ: هذا يأخذ جهداً في التوفير يدوياً ويضمن نمو أموالك بشكل كبير بمرور الوقت. العلامة العاشرة: أنت تسعى لتحقيق أحلام شخص آخر وليس أحلامك. إذا كنت تريد أن تصبح ناجحاً فعليك أن تحب ما تفعله، وهذا يعني تحديد شغفك ومتابعته. يقول توماس كيرلي الذي قضى 5 سنوات في البحث عن أصحاب الملايين العصاميين: إن الكثير من الناس يرتكبون خطأً في مطاردة حلم شخص آخر مثل والديهم. في كتابه غير عاداتك غير حياتك كتب يقول: عندما تسعى لتحقيق أحلام أو أهداف شخص آخر فإن أدائك وتعويضك سيعكس ذلك. سوف تعاني في سبيل الحصول على لقمة العيش وتكافح الأزمات المالية. ببساطة لن يكون لديك الشغف الضروري لتحقيق النجاح. أخيراً عزيزي متابع قناة الساحر، عليك أن تعلم أنك أنت وحدك يمكنك تحقيق الثروة والخروج من دائرة الفقر، وصدقني هذا الأمر لا علاقة له بالحظ ولا بالوراثة. يقول سيبولد إن الشخص العادي يعتقد أن الثروة هي امتياز يمنح فقط للأشخاص المحظوظين، لكن الحقيقة هي في بلد رأسمالي لديك أنت كل الحق في أن تكون غنياً إذا كنت على استعداد لتقديم ما يشكل قيمة هائلة للآخرين. فقط ابدأ بسؤال نفسك: لماذا لست أنا؟ بعد ذلك ابدأ بالتفكير بشكل أوسع، ارفع سقف طموحاتك. الأثرياء وضعوا توقعات عالية، لماذا لا تفكر بتحقيق 1,000,000 دولار؟